عرش المطار. في الجامعة. وين جهة ثانية؟ Come on.
شوف النقطة سيرة سحبية واحد فاضل متى بعد ما على طول ما حددوا دور ال 16 من اللي يلعبون لا بيلعبون زين فرقنا عليه كواي ما شاء الله بعد من في بعد لعيبه جدد اي انا اصغر وانا اصغر لان ما مشوا سنه ما يلعب كريم بيلعب كله محترفين الحين فريق البحاري لا مسوي الكبار ما يلعب نادي يقول لك انا ما اقدر ما يقدروا احنا مو قلنا لا بالعكس من الفريق علي ودول كلهم في النوادي حسن اي زيد ومشتبه احنا لو قعدنا جرام بلعب
تعال العب. تعال حياك. اي بس نبي اقول لك ما اقدر ولا عليه ولا لا بس محمد زيد له تاثير على لا محمد لا محمد يعني هو اللي حيسوي المباراة. ليه عليه؟ ليش؟ لو بعد يلعب كوره محمد زيد تعرف ما تنصح. محمد الحين مو جاي رمضان الحين ياكل زياده. محمد لا تاكل حبيبي. اداوي سمعنا هو. وانت ما تسوي لهم جدول حقك العباس. يا هادي هاي من ذلك البستان، لأن البكاء، لأن
على المكة القطيفية كرة في ليلة
الناس الكلاوية لا كريمة واحترام، ولكن يصلون لدور قادم، لدور قادم ذكرت ستنتهي ولحظات ستنتهي في حصة الثانية، لا يبقى بها إلا القليل إلا القليل، الوقت سيصل أبطت لا شيء البيكتنان والبستان واحد رمي الثاني شكر ابو الرشيد ابو الرشيد عند الكوره يتوهل فيها عند الكوره يسلمها ابراهيم ابراهيم بعد ذلك مرت اما رميت فما في مصلحه كلكم كره من السلام يظهركم سامي كحلية جديدة كرة مرت تشوف سامي يحاول لكن لم يعرف كيفية الهجوم لم يعرف كيفية الضربة لم يعرف كيفية التسجيل وكيفية الضربة الأولى في شباك الوعد السابق في محاولات يا سلام يا ابو العاشور على تسدي يا سلام يا ابو العاشور يا سلام يا حسن في قفزة في كرة في تسدي في إبعاد في لقطة جميلة من حسن عاشور جميلة اللقطات جميلة القفزات جميلة الكرات حارس المرمى طاير والعدل اشار لكرة باليد اليمنى اليد المعاكسة المعاكسة اتجاه الكرة او اتجاه الكرة يا بعيد فكرت وفهد الصقر عالية أجاب خلصت حسن خلصت حسن في لقطة النادي خلصت إبراهيم وجميلة السرعة في الفعل والسرعة في البديهة وسرعة في البديهة حسن موجودة في لقطة النادي خلصت ابن عجاب ولقطة في العالم ما يبدو لمصلحة أصحاب القلسان الكحلية البيت كرة ورطية اللعبة كرة اللعبة بكل هدوء على زاوية على مكان لكسب الثواني والدقائق الأخيرة كرة مرت لمصلحة القلسان هل يسجل التعادل ويصدر بصدارة المجموعة ويكون هو الأول في الجولة الثالثة هذه الجولة الثالثة ما فيها تحديد ما فيها صراعات يعني ما فيها فريق والله لازم يفوز على عشان يتأهل كل تقريبا واصلة ثلاث فرق على اللعب السابق المصدر لهذه المباراة خالي الكاس هو مثل ما يقولون جاي